السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي. معانا الورك بوك يونت 15، الورك بوك صفحة يونت 15 بيج 21 صفحة 21. السؤال الأول: complete order and choose a title، أكمل رتب واختار عنوان. look at the pictures and write the words، انظر إلى الصور واكتب الكلمات. order the sentences to make a story، رتب الجمل لتعمل قصة. choose the best title، واختار العنوان المناسب. هنحل مع بعض أول أربع جمل عندي يا أولاد. هنا a great holiday يعني عطلة عظيمة، skiing in Lebanon التزلج في لبنان، a bad holiday عطلة سيئة. we went skiing نحن ذهبنا إلى التزلج on the first day في اليوم الأول. I saw the knot he said I should stay in bed for a week. هقول له I saw the doctor، دي دكتور، أنا شايف قدامي دكتور يبقى هكتب دكتور. الدكتور قال لي إيه؟ he said I should stay in not for a week، هو قال أنا يجب أن أقيم أو أبقى على الإيه؟ في الإيه؟ دي معناها إيه؟ سرير. سرير يعني إيه؟ سرير يعني بيد. I should stay in bed for a week، لمدة أسبوع. last winter الشتاء الماضي we went to Lebanon، نحن ذهبنا إلى لبنان. we stayed in a in a إيه؟ ده عبارة عن إيه؟ فندق. فندق يعني هوتيل، اكتب هوتيل. طيب in the north دي جبال، دي جبال، جبال يعني mountains، اقول له in the mountains. خلاص مفيش حاجة صعبة لحد هنا. I read lots of، انا قرأت الكثير من الايه؟ كتب، كتب يعني books، يبقى books. طيب but it wasn't the best holiday، لكنها لم تكن الايه؟ العطلة الأفضل. يبقى أنا كده هختار هنا a bad holiday. طيب تعالوا نكمل يا أولاد الجمل. هنكمل الجمل. I read lots of، خلاص I fell down and I hit a، أنا سقطت وخبطت إيه؟ a tree، شجرة. I hurt my، أنا أذيت إيه؟ أنا جرحت my leg، رجلي leg. خلاص يبقى العنوان المناسب يا أولاد للفقرة، العنوان المناسب للقصة هقوله كده a bad holiday، عطلة سيئة. هنختار دي، هنختار آخر واحدة، آخر عنوان دوت هو العنوان المناسب للإيه؟ للقصة. يبقى احنا هناخد دي، ده أفضل عنوان ليها. تعالوا نرتب بقى أحداث القصة. نرتب أحداث القصة. قال لي نمبر 1 الجملة سي اللي هي last winter we went to Lebanon، في الشتاء الماضي ذهبنا إلى لبنان، وأقمنا في فندق وإيه في الجبال. تاني حاجة أقول له إيه؟ ها تاني حاجة أقول له إيه؟ أقول له we went skiing في اليوم الثاني، ذهب في اليوم الأول ذهبنا التزلج. يبقى تاني ترتيب في القصة هيبقى الجملة إيه؟ طيب تالت جملة يا ترى ايه؟ خلاص يبقى دي خلاص ودي خلاص. تالت جملة عملت ايه؟ بعد ما لعبنا تزلج هقول له ايه؟ I fell down، انا سقطت وخبطت شجرة، وأذيت رجلي، جرحت رجلي. يبقى تلاتة هتبقى اي، خلاص تلاتة هتبقى اي. بعد ما جرحت رجلي انا رحت للدكتور وقال لي اقعد في السرير لمدة ايه؟ اسبوع. دي هتبقى بي، اربعة تبقى بي. اخر واحدة بقول له انا قرأت الكثير من الكتب لكنها لم تكن العطلة الافضل. يبقى اخر واحدة هتبقى دي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.